إذا كنت مسافرا وصليت خلف مقيم فهل أنتظر، يقول إذا صليت خلفه صلاة المغرب هل أنتظر الإمام وهو يصلي العشاء، هل أنتظر حتى يسلم فأسلم معه أم أنصرف؟ تخير إذا قام للرابعة أنت لا تقوم معه، فإن شئت أنك تأتي بالتشهد الأخير وتسلم فلك ذلك، وإن شئت أن تأتي بالتشهد الأخير ثم تنتظر إلى أن يسلم الإمام تسلم معه فلا بأس بذلك. نعم.